السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. قبل ما نبلش يا شباب في هذا المقطع لا تنسوا تصلوا على النبي. وعنا التحدي جدا سهل، بحكي لك انك ارقص في مناطيد اي او محطمه مختلفه. وقبل ما نروح لها الشباب للتحدي وسط هو احنا بلشنا فيه، لا تزدعمونا من خاضات على زر الاشتراك لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس كل جديد من تحديات اوجلتشات. وخلينا نبلش على طول. التحدي زي ما حكيت لكم انك ترقصوا في مناطيد اي او محطمه مختلفه. عليك تروح على الثلاث محطات اي او، او قصدي ثلاث مناطيد اي او. هسه احنا هذا عندنا الموقع الثاني، خروح هسه على الموقع الثالث مع بعض عشان نخلص هذا التحدي. جدا جدا سهل. اول موقع شفتوني نزلت عليه اول بدايه الجيم، والثاني هسه رحنا عليه مع بعض، وهي هون الموقع الثالث. كل عليك تروحوا وتخلصوا، تروح ترقصوا، لازم تروح ترقصوا وتخلصوا هذول المناطيد. وهي شباب صار لك عندي المقطع اليوم، لا تزعمونا من خاضات على زر الاشتراك لايك المقطع وفعلوا الجرس. هنشوفكم فيديو مقطع جديد، مع السلامة، بيس.